بالنسبه لبرامج التنميه المحليه الخمسه، هنلاقي اكبر مشروع فيهم كان مشروع الصرف المشروع رصف الطرق والطرق الداخليه المحليه، ودي تكلف حوالي 13 مليار، بعديها على طول يليها تحسين البيئه وده 7.4، وهذا بالاضافه لرصف الطرق، بالاضافه اللي سعادتك يعني تكرمت بيه وعملت صرفت بالتنسيق مع وزاره النقل 2 مليار جنيه، تم انفاق منهم 1.2 مليار على محافظات الصعيد بالاضافه لل 13 مليار. من اول منظومه كانت هي اصلا منظومه للمخلفات الصلبه في ما فيه بصفه عامه في صعيد مصر، احنا انفقنا في على مستوى الجمهوريه كبنيه اساسيه بس لغايه دلوقتي مرحله اولى 3.5 مليار جنيه، منهم 1.2 في محافظات الوجه القبلي. دي صور من الواقع الجديد، لان في دي مزوره ملعب مصانع ومحطات وسيطه ومدافن. بالنسبه للمجازر سعادتك كنت كلفتنا ان المجازر ان احنا نطور بينها على اساس انها كانت في حاله سيئه جدا، وسعادتك امرتنا احنا بيها. احنا بدانا كمرحله اولى، احنا عندنا 340 مجزر، بدانا مرحله اولى 40 مجزر منهم 21 في الصعيد، اتكلفت لغايه دلوقتي 675.1، وكلها بتدار حاليا بنطرحها للقطاع الخاص.